اليوم في موضوعنا عن البيتس حنتعرف على فطريات القطط، أسبابها وطرق علاجها. العدوى الفطرية من الأمراض الأكثر شيوعاً عند القطط. للأسف كثير من الأشخاص بيتخلوا عن قططهم لأنهم بيفكروا أنه العدوى خطيرة على الإنسان، والحيوان الأليف اللي قضى سنين طويلة في بيت بدل ما تتم معالجته واحتضانه بيلاقي حاله مرمي في الشارع. هاي الممارسة زادت كثير في السنوات الأخيرة، لكن هاي الأرواح البريئة ما لها ذنب. المهم نعرف أنه العدوى الفطرية المعروفة باسم رينج وورم شائعة لكن إلها حل. العدوى بتظهر على شكل حمرار الجلد وتقشره بتتكون بثور وبيتساقط الشعر في المنطقة، لكن المهم بأننا نعرف أنه بالإمكان معالجتها لو انتبهنا لبعض الخطوات البسيطة، وكل ما كشفنا الأعراض الأولية على وقت كل ما كانت طريقة المعالجة أبسط وأخف. طبعا خلوني ارحب بالدكتور ماجد. اهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. شخبارك؟ الله يسعدك حبيبي، مشتاقين لك. ودكتور يمكن طلعت معنا بقاءات كثيره. اي نعم. وقرا يمكن هذا ثاني لقاء معها. اكيد عطها اربع لقاءات نخليها تتكلم ان شاء الله، بس اصبر شوي. طيب خلينا نتكلم عن موضوع حلو وجميل جدا، ويمكن ما يعني اغلب البيوت اللي عندهم يمكن قطط. لو سالناك ايش هي الفطريات اللي تصيب هذه القطط بما يسمى رينج وورم؟ الرينج وورم هو نوع من انواع الفطريات، اوكي، يسمونها هي عدوى فطريه تاثر على الجلد، الشعر والاظافر عند القط. ممتاز. اي نعم. طيب يعني ايش هي ابرز الاعراض وكيف احنا نكتشفها؟ بلاحظ ان القط هو كل القطاو عندهم عاده روتينيه انهم ينظفون انفسهم، هذا امر طبيعي جدا. لكن اذا لاحظت انه مركز على منطقه معينه هنا ممكن انا اشك في الوضع. تمام. عن طريق اللي هو مسك المكان بلاحظ انه في قشور، في بثور، في احمرار، وحتى في برضه نفس الشيء اللي هو تساقط في الشعر في مكان اللي هو. طب احيانا يكون في شعر وفي ممكن تكون هذه الفطريات موجوده ما تبين. اي نعم. بس اول ما تبدا هي حبه عاديه، بعدين تكون زي المستعمرات الفطرية. ممتاز. هل يعني تغير الفصول ممكن يكون احيانا سبب في وجود هذه الفطريات؟ اي نعم. عندك الان اللي هو الرطوبه هي عامل وبيئه مناسبه جدا للفطريات. اوكي. فالرطوبه اللي تكون موجوده جدا، رطوبه عاليه ولا شيء كامله، دايركت بتكون بيئه جيده في حاله اذا كان عندي مشكله في الجلد نفسه عند القط. طيب يعني زي الحساسيه، زي اللي هو الامراض الجلديه بشكل عام. طيب ممكن في يعني في قطط او في البيوت عموما في قطه، قطتين، ثلاث، حلو، ممكن تسبب العدوى بينهم؟ في حاله اذا عندي قط مصاب، اي نعم، ممكن تصل، او اذا كانت البيئه اللي هو محيط فيها غير جيده، غير نظيفه بالنسبه للفرشات، اي ممكن تنقل الى شيء هذيك. ممتازه. طبعا هي خايفه الحين صح؟ حتى انا خايف، مو بس انت خايف. طيب ايش هي المضاعفات اللي يعني ممكن تحصل في حال تم معالجتها؟ المضاعفات في حالة إذا إحنا ما عالجنا الحالة راح يتفاقم الموضوع، راح يدخل الموضوع المسألة اللي هو المناعة عنده، فيأخذ القط أمراض أخرى غير مشكلة الفطريات اللي تكون في الجلد، غير التقرحات اللي ممكن تحصل معاي والتسلخات اللي ممكن تصير تحت الجلد، هذه كلها أشياء مصيبة لا تفاقم الموضوع. طيب لو سألنا سؤال مباشر، إيش هو علاج الرينج وورم؟ في عندك اللي هو الكريمات الموضعية مثل اللاميزيل، في عندك اللي هو الشامبوات. طبعا إحنا نحمم الشاور مو زين للقطط، لكن احنا نحمم شامبو خاص طبي اللي هو شامبو خاص بالفطريات اللي تكون موجوده على الجلد، يتحمم فيه القط، وتعريض القط للشمس هذا يعني حل جدا مناسب لهم. احنا لازم نعرض القطط للشمس علشان بس نتفادى البكتيريا اللي على الفرو حقه او الفطريات. طيب يعني اللي البعض ممكن يقول والله انا عندي قطوه او قط وتم اصابته في هذه العدوى اللي هو الرينج وورم، البعض يقطها في الشارع، فاحنا دائما نقول انه مثل هذه القطط ممكن يتم معالجتها، وحتى لو ما تم معالجتها ايش التصرف السليم؟ هم للامانه اغلبهم يرمون القطط اللي فيهم فطريات لانهم يقولون انه هذه الفطريات قد تعدينا. طبعا الفطريات اللي تجي للقطط 9 انواع الى 10 انواع، واضح؟ فواحد من العشرة هذه كلها هي اللي تنقل. طبعا ما في أي طبيب يفحص لك إياه يقول إلا ترى هذه تعديك. إلا بحالة إذا كان فعلا أنت لاحظت أنه طلعت لك حبة قمت تحكها وكبرت وصارت مستعمرات فطرية، هنا تقول إلا فعلا ترى هذا العدوى من القط للإنسان. من القط للإنسان فتنتقل هي، لكن واحد من العشرة ذولي كلهم هي اللي تعدي. طيب فعادي يصير القط عنده فطريات ولكن ما يعديني، وممكن يصير في فطريات هو نفس النوع اللي يسمونه القوبة الحلقية. من الممكن تتم معالجته في هذا النوع صحيح؟ اي تتعالج نفسها. الكريم اللي انا راح استخدمه كبشري لي انا قد استخدمه. انا عشان كذا دكتور اوصل الرساله هذه، اقول يعني حتى لو عندكم هذه الاشياء في النهايه هذه روح وهذا قط. صح. نعم. المفترض مهما كان ومهما وصلت لمرحله انه ما نقطعها في الشارع او الواحد يحكم عليها انه هذه ممكن تسبب لنا ضرر. انتم يمكن تجيكم حالات كثيره ويسالون هذا السؤال.
والله في الغالب اغلبهم فعلا يعني اغلب القطط اللي ينقذونها الناس ويجيبونها عندنا في العيادات انا اشوفها اغلبها فيها فطريات. ايش سبب التخلي؟ عشان فيها فطريات. الفطريات جدا موضوع جدا تافه سخيف، لكن اذا احنا مثلا داركنا الموضوع على جنب بطريقه صحيحه جدا كماكسيمم اسبوع بالكثير ويختفي مني. اما في حاله اذا لا العلاج عندي ما هو يعني ماشي معاه صح او شيء او حاجه من الكلام قد يطول معي الموضوع لشهر شهرين ثلاث شهور. فتره العلاج المتوسطه بالعاده كم تاخذ منها؟ الماكسيمم في الغالب اسبوع الى اسبوعين بالكثير وتختفي تماما اذا انت ماشي بشكل صحيح. طيب بعد المعالجة يتم مراجعتها مرة ثانية؟ لازم نعم. أي إحنا إذا استخدمنا مثلا الكريم لمدة 7 أيام مع التحميم، طبعا التحميم يكون أسبوع مرة واحدة بشامبو الفطريات والتشميس واستخدام الكريم، وأهم حاجة أني ألبس القط طوق. ليش؟ عشان ما يلحس الكريم وأستفيد منه أنا. ممتاز، واضح. طيب إيش النصيحة اللي تقدمها أنت دكتور للقطط اللي ممكن نقدر نقول معرضة للإصابة بالفطريات؟ زي الوقاية والأشياء هذه كاملة يعني. أنا أفضل دائما أن القطط لازم يتشمسون. في حالة إذا أنت ما شمست القط أنت ممكن توفر له بيئة رطبة مناسبة جدا على الفطريات، فلازم يتحمم عشان الفطورة اللي تكون على الفرو حقه والبكتيريا كل هذه يقضيها عليها الشمس إن شاء الله بإذن الله. أنا دكتور قبل كان عندي قابلية يعني ما ألمس، لكن أنا ترى عندي قابلية أنه أمسكها وأشيلها وألعب معها أو رمي تحداني زينة، أقدر أمسكها ولا هي ولا هي تخاف؟ لا ما تخاف، قول يا رب تخاف الله يخليك إن شاء الله ما تخاف. تعال بسم الله. بسم الله. يا شفت شلون؟ يا سلام من المسكة واضح أنك التاريخ ترى أول مرة. يلا شكرا لكم، ونشوف بعض النصائح اللي لازم تتبعوها في حالة صارت العدوى.